وللحديث أكثر يلتحق بنا من الرياض الباحث السياسي الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، أهلا بك معنا في نشرتنا هذه، ما بين ضبط النفس والتروي وبين استهداف مصادر التهديد في مواقعها في الداخل اليمني، كيف تقيم موقف التحالف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك في علي مشاهديكم الكرام. وفي واقع الأمر أن هذه الجماعة الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران قد تخطت جميع المواثيق الدولية، وقد أجرمت بحق المدنيين وبحق الأعيان المدنية سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية، وهي تهرب من مناطق القتال إلى ما يناسب وضعها كميليشيا في المناطق المدنية. أما التحالف ففي الحقيقة أنه يواجه هذه المعركة الأخلاقية والإنسانية وهذه الحرب العادلة، يواجهها بكل كياسة وبكل صبر ممكن، لأنه التحالف يمثل دول لديها التزامات أخلاقية وسياسية، وقد وقعت على المواثيق الدولية. أما الإرهابيون الذين يقصفون المدنيين فهم بلا أي التزامات لا أخلاقية ولا سياسية، وليس لديهم أي رادع إنساني. فالتحالف اليوم هو الحقيقة في الاختبار الأخلاقي أمام هذه العصابة، وأعتقد أنه نجح في تجنب جر الحوثة التحالف إلى الضرب بالمثل، وتمتع بكل المسؤولية الأخلاقية والسياسية. جميل. طب عندما يعني يذكر التحالف في بيانه أنه له الحق في الرد، كيف من منظورك أستاذ سليمان سيكون الرد وتجنب المدنيين الذين يختفون خلفهم الحوثيين؟ الحق في الرد هو في ضرب كافة القواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة، وفي ضرب الإمدادات العسكرية لمناطق القتال. نعم. وهذا حق مشروع في كل النواميس والأنظمة الدولية، لكن المشكلة التي تواجه اليوم التحالف هي أن هذه العصابة الإرهابية المدعومة من إيران تختفي بين المدنيين وتتخذ من المناطق المدنية مستودعات أسلحة وتطلق الطائرات المسيرة المفخخة من مناطق مدنية. وهذا الحقيقة، هذه دعوة للتحالف لضرب المناطق المدنية كي يولول الإرهابيون ويفجرون قضية إنسانية، وهذا ما تجنبه التحالف حتى الآن بحصافته وبحكمة قيادته السياسية. ولا شك أنه مواجهة العصابات في مثل هذه الحرب الهجينة التي لا تعد حربا تقليدية، إنما حرب مع عصابات فاجرة لا تواجه الجيوش وجها لوجه، وإنما تختفي في المناطق المدنية وبين السكان وتوزع أسلحتها وذخائرها في الكهوف وفي مناطق لا يمكن الحرب فيها. ما الذي يعنيه استهداف المصادر التهديد في عقر داريا هناك في الداخل اليمني أستاذ سليمان؟ هل يعني أنه هناك عمل استخباراتي قوي وعمل عسكري يعني أكثر من جيد، والداخل اليمني جدا متمكن منه من قبل التحالف؟ أنا عندي تفسير الحقيقة لتصاعد وتيرة الهجمات الطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية، أنها هروب من
من الهزائم النكراء التي تكبدتها الميليشيات الإرهابية في مناطق القتال، لأنه وهذه محاولة الحقيقة لصرف الأنظار القبائل المتعاونة معه أو المنصاعة لأوامره، والتي يخطف أبناءها من البيوت ومن الشوارع ويلقي الأطفال في محارق الموت بالجبهات، ويعودون يعني قتلى إلى بيوتهم وإلى مدنهم. وهذا يسبب لهذه العصابة المجرمة، يسبب مشكلة اجتماعية تنذر بثورة في المدن التي أصابها هذه المقتلة. ولذلك فهم يحاولون صرف الأنظار عن المعركة الحقيقية وخسائرهم النكراء وهزائمهم المتواصلة بتوجيه الأنظار إلى خارج الحدود، من أجل أن نغطوا على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني وبحق الأطفال الذين جروهم إلى هذه المحرقة. ولا شك أنه اليوم التحالف أمامه مسؤولية في أنه يقطع كافة الامتدادات للجبهات القتال، وينهي الحلم الإيراني في السيطرة على مأرب، وهذا ما يتحقق الآن. ولذلك نجد أن رد الفعل النفسي المتوتر يكون بتوجيه الطائرات المفخخة إلى المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية وكذلك داخل اليمن، لأنها حيلة العاجز عن النصر في ميدان المعركة. الدول المؤثرة عالميا أستاذ سليمان، كأمريكا، بريطانيا ومؤخرا فرنسا، أعطت الحق للسعودية بالرد والدفاع عن نفسها. هل هذا يدل على أن ملف اليمني لهذه الدول مهم ومهم كثيرا، أم لذر الرمادي في العيون وهناك عدم اكتراث بالشأن اليمني؟ الحقيقة أنه الحوثة إذا كانوا قد نجحوا في شيء فقد نجحوا في خلق أزمة إنسانية فادحة في اليمن، عبر إفشال الخطط الإنسانية وعبر سرقة المساعدات وعبر عدم تعاونهم مع المنظمات الإنسانية والدولية. وهذا تسبب في أزمة إنسانية هم ارتكبوها الحقيقة لأسباب سياسية. وهذه الأزمة يعتقدون أنها ستجلب لهم التعاطف الدولي وستوقف الحرب وتتركهم في كسلطة أمر واقع في الأراضي التي يسيطرون عليها. وهذا المخطط الحقيقة هو الذي يريدون بلوغه. ولذلك فإن المجتمع الدولي يحاذر في توازنات نظرته أو معالجاته للأزمة اليمنية بين العامل الإنساني والعامل السياسي، وهو يحاول إيقاف الحرب، ولكن لا يملك الحقيقة أي مقاربة تسعف الوضع وتنتشل اليمن من ما وصل إليه، لأنه أي مقاربة لا تحقق متطلبات الشعب اليمني وتنهي الوجود الإيراني في اليمن فإنها مقاربة فاشلة ستؤدي إلى إنهاء معركة لتندلع في المستقبل معركة أخرى أو حربا تلد حربا أخرى. وهذا ما نخشاه نحن في المنطقة، لأن العالم الحقيقة ليس لديه الإدراك الدقيق للمخاطر الجيوسياسية لوجود إيران على البحر الأحمر وقريب من باب المندب. فاليوم ما في شك أن المملكة العربية السعودية التي أمنت الخط الملاحي الدولي في البحر الأحمر نيابة عن العالم تستحق الحقيقة الدعم والتأييد الدوليين
لأنها نابت عن جميع القوات الدولية والقوى الدولية العسكرية والسياسية في صيانة أمن البحر الأحمر، وهي ينبغي اليوم أن تكافأ على هذه المجهودات وأن تناصر وأن تعزز مكانتها العسكرية لكي تضغط على الحوثة للقدوم إلى طاولة المفاوضات. فالعمل العسكري حقيقة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للضغط على المناور الحوثي ومن ورائه الإيراني لكي يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويقبلوا التسوية القائمة على مرجعيات الحل المعترف بها دوليا ووطنيا وإقليميا. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ سليمان العقيلي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.